أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، وهذه أبرز عناوين المسائية. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء لذكرى 20 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. وأسعار بيعي الوقود في المغرب تسجل لأول مرة منذ أشهر تراجعا ملحوظا بمحطات التزود، هم كل من ثمن الغازوال وكذا البنزين. عدد من الأطفال يجدون أنفسهم يعانون من صعوبات على مستوى التعلم والتحصيل الدراسي، مع صعوبات أكبر على مستوى النطق. والفنان المغربي نعم الحلو يقدم لأول مرة أغنيته الجديدة الغزالة زاجورة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. بضريح محمد الخامس بالرباط ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس هذا المساء حفلا دينيا إحياء للذكرى 20 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل بزيارة قبري جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على روحيهما الطاهرتين، كما ترحم أمير المؤمنين على روح المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله. وبنفس المناسبة أيضا ترأست هذا المساء صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم حفلا دينيا بمسجد السنة بالرباط دائما بمناسبة إحياء ذكرى 20 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. أسعار بيع الوقود في المغرب بمحطات التزود سجلت لأول مرة منذ أشهر انخفاضا ملموسا، حيث سجل تراجع أسعار الغازوال إلى ما دون 9 دراهم للتر الواحد، فيما تراجعت أيضا أسعار البنزين إلى 9 دراهم للتر الواحد. شيماء العلام. سعر صفيحة المحروقات انخفض في بعض محطات الوقود منذ مساء أمس، الغازوال تراجع سعره إلى 9 دراهم، في حين عرف سعر البنزين انخفاضا ب30 سنتيما، انخفاض أذن بترحيب من لدن بعض المستهلكين الذين طالما عانوا جراء ارتفاع أسعار المحروقات. كان ب 39، دابا 89، دابا مزيان، عادية مزيانة، ماشي احسن، مدى ترخف شويه الوقت ماشي كيما كانت. دابا الثمن ماشي بحال، ماشي 9 درهم، ماشي بحال 12 درهم 11 درهم ونص، باقي خاصو ينقص شويه. هي نورمالمون 7 دراهم 7 دراهم ونص، هذاك الجهد. ويعزى هذا الانخفاض بالاساس الى الانخفاض الملحوظ لاسعار النفط في الاسواق العالميه، تراجع من شانه ان ينعكس ايجابا على الصعيد الماكرو اقتصادي وقطاع النقل. طبيعي ان المغرب من اختار نظام المقايسه كان لابد ما ينخفض سعر البرميل ديال البترول في العالم، غادي ينخفض يكون له تاثير على انخفاض سعر المحروقات في المغرب، بالتالي غيكون عنده أثر إيجابي وغادي يجعل أن الحركة الاقتصادية غادي تكون أكثر إيجابية، وكذلك النمو، نسبة النمو يمكن لا تحرك، لأن النمو الاقتصادي هو مرتبط بهذه القضية. هي المرة الثانية التي تعرف فيها أسعار الغازوال والبنزين انخفاضا في أقل من شهر.
اقتصاديا دائما افاد مكتب الصرف بان تدفقات الاستثمارات الخارجيه المباشره نحو المغرب نهزت 31.82 مليار درهم حتى ما تم الشهر الماضي، مسجله بذلك ارتفاعا بنسبه 36.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة، وعزى المكتب ذلك إلى الارتفاع الهام للمداخيل مقابل النفقات. خارج الحدود في فلسطين المحتلة، الحكومة نددت اليوم بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة شهيد في مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على وقف انتهاكات الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. مبارك الإبراهيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بقتل الشهيد أشرف نعولة المتهم بقتل مستوطنين، بل أقدمت جرافته على هدم بيت أسرته انتقاما لمقتل المستوطنين الإسرائيليين بعد أن حاصر الجنود الذين حضروا بكثافة قرية شويكا التي يوجد فيها المنزل بالضفة الغربية. صلابة المنزل اضطرت الاحتلال الإسرائيلي إلى اللجوء إلى الجرافة لهدمه، وهو ما تطلب وقتا أطول مما كان متوقعا. جيش الليل الساعة 3 تقريبا اقتحموا البلد وطوقوا الحارة هاي ودخلوا على المنزل وبدأوا أنه عمليات الهدم في المنزل، واستمرت اللي هي من الساعة 3 حتى الساعة تقريبا الساعة 9 الصبح. شباب القرية خرجوا بعد رحيل قوات الاحتلال في مظاهرة للتنديد بتشريد أسرة فلسطينية بكاملها. الجيش ما استطاع له هدم البيت بسهولة لأنه أكل الوقت أكثر ما يقارب 6 ساعات، هذا دليل عنهم كان هناك في عندهم مضايقات في هدم البيت. عودة الاحتلال الإسرائيلي لنهج سياسة نسب البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية ليس غريبا أو جديدا لمواجهة كل مقاومة فلسطينية، فقد سبق للاحتلال أن نفذ عمليات تخريبية مماثلة. وفي اليمن تبدأ الهدنة في الحديدة غرب البلاد منتصف هذه الليلة بحسب ما أعلن عنه مصدر في الأمم المتحدة والتحالف العسكري، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار. أضاف ذات المصدر الأممي أن هذا الموعد يأتي لأسباب مرتبطة بالعمليات على الأرض. وفي واشنطن ولدى عرضه الاستراتيجية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القارة الإفريقية، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من أن بلاده ستطلب إنهاء مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا كونها لا تجلب السلام دائما. ومتابعة لهذا الموضوع معي في الاستوديو المحلل السياسي للقناة الثانية الأستاذ المساوي العجلوي. أستاذ، في أي سياق يمكن قراءة تصريح بولتون؟ أولا السياق العام الذي يؤكد على أن إدارة ترامب تخالف مع التوجهات الأمم المتحدة في عدد من القضايا. أيضا في الخطاب السائد الآن لدى الإعلام الأمريكي بالخصوص في ممارسات إدارة ترامب بأن أمريكا أولا وأن نقود وأموال الأمريكيين يجب أن تذهب في القضايا التي تخدم مصالح استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك نوع من التنافس الآن حول إفريقيا. ترامب في خطاب سابق للرئيس الأمريكي ترامب أكد كثيرا على أن هناك خطة تعد لمواجهة الحضور الصيني والروسي بالدرجة الأولى في إفريقيا. فإذا تصريح بولتون يأتي في هذا السياق كتفصيل للخطوط العريضة للسياسة الأمريكية في القارة الإفريقية، والذي أكد كما قلت على أن بعثات حفظ السلام إما أنها غير مجدية أو أنها تجمل الصراعات أو أنها لا تخدم المصالح الأمريكية، وأنه من الآن تصريح كان يوم 13 ديسمبر يوم الخميس الماضي الذي أكد على أنه ابتداء من الآن ستكون هناك مقاربة جديدة للولايات المتحدة فيها جانب متعلق بالمواقف في متعلق البعثات حفظ الأمن، ولكن فيها جانب أيضا الإعداد لصندوق مالي لمواجهة بالخصوص الصين
الذي سيشام الآن استثماراتها في إفريقيا تجاوز 120 مليار دولار، ووعد الرئيس الصيني في القمة الأخيرة إفريقيا الصين ب 50 مليار إضافية. فإذا نحن أمام هذه التصريحات يمكن قراءتها في إطار صراع الجيوسياسي استراتيجي بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين حول إفريقيا. نعم، ضمن حديثه عن بعثات يعني حفظ الأمن بإفريقيا ذكر المسؤول الأمريكي المينورسو، هل هذا يعني أن هناك مقاربة جديدة لإدارة ترامب فيما يخص نزاع الصحراء الإقليمي؟ نعم، ذكره للمينورسو جاء عارضا في حديثه عن بعثات حفظ الأمن بالخصوص في جنوب السودان وبالخصوص في المينيسكا أي حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، عارضا لأنه كان من غشت 2005 إلى دجنبر 2006 كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، وكان حينها يواكب ما نعرفه نحن في المغرب هنا ببكر واحد وبكر جوج في سياق تاريخي وأيضا سياسي، صراع مع عدد من الدول ضمنها مثلا حكومة أزنار حينها يعني التي انتهى أمرها في 2004. فإذا بولتون يتذكر تلك الفترة ويتذكر أيضا خطط بكر حول هذه المسألة. لكن الآن نحن أمام أربع سيناريوهات، إما أن الولايات المتحدة ستضغط مرة أخرى، هذا السيناريو الأول، على أساس تجديد بعثة ولكن فقط في 6 أشهر. السيناريو الثاني هو تغيير اسم المينورسو، لأنه 6 مهام التي وضعت لها في 1991 لم تعد صالحة الآن. السيناريو الثالث وهو خفض تكاليف ديال المينورسو، علما على أن المينورسو لا تكلف إلا 52 مليون دولار وأن عدد أفرادها لا يتجاوز 421، في حين إذا قرناها مثلا بالمينيسكا المينوسكو المينيسما هذه تتجاوز 1 مليار وعدد أفراد كل بعثة 14 ألف، حوالي 14 ألف. إذا ما خفضت بالميزانية المينورسو ممكن أن نعود إلى ما اقترحه المغرب في 2016، تجميد المكون المدني الذي في حقه وسياحة 5 نجوم أكثر من هذا، ولكن الاحتفاظ بالعسكريين الذين يراقبون وقف إطلاق النار. السيناريو الخامس وهو العودة، أو لربما قد نعيش سيناريو كشمير، بمعنى أن الأمم المتحدة تنسحب من هذا الصراع ويبقى الصراع بطبيعة الحال بما أنه نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر. نعم، الأستاذ المساوي العجلوي المحلل السياسي للقناة الثانية، شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيحات. السلطات المحلية لعملة إقليم الحوز أفادت اليوم بأنه تم العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض، وذلك بمنطقة جبلية معزولة وغير محروسة على بعد 10 كيلومترات عن مركز إمليل بإقليم الحوز في اتجاه قمة جبل توبقال. وقد تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الإجرامي. وعيا بأهمية التكوين المستمر، جمعية أطباء العيون السقي الحمراء نظمت دورة تكوينية لفائدة الأطر الصحية بالجهة امتدت ل3 أيام وهمت عدة تخصصات، كما سنتابع ضمن روبورتاج يوسف وشو وتعليق بصوت شيماء العلام. بمصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية يعكف خليفة وزميله على آخر الترتيبات قبل التوجه لإنقاذ المصاب، مهمة تتطلب سرعة وتركيزا كبيرين. فمنذ إحداث هذه المصلحة قبل 4 سنوات لم يتوقف خليفة عن طلب التكوين بهدف الرفع من الجاهزية واكتساب مهارات التدخل الاستعجالي. كأطر في هذه المصلحة نحتاج بشكل ملزم إلى تكوينات، وتكوينات مستمرة دائما ودائما للخضوع الجديد والديرنيغ كومونداسيون، آخر التعليمات وآخر المستجدات في جميع المؤتمرات الوطنية والدولية للحفاظ على الكفاءة وعلى التكوين وعلى السيرورة العلمية من أجل إنقاذ الأرواح البشرية. وبالنسبة
التعرف على آخر المستجدات والتقنيات في المجال الطبي هدف تطمح إليه الأطر الصحية المحلية الحاضرة في هذه الدورة التكوينية التي شملت تخصصات متعددة أطرها أساتذة أخصائيون على مدى 3 أيام. كتعرفوا بأنه كل يوم كاين اختراعات جديدة، كاين أدوية اللي كتحط، كاين أدوية اللي كتسحب، فهذا الشيء كله إلا ما كناش قراب من مراكز ديال التكوين ما كتكونش عندنا الفرصة أننا نوصلوا ليه. وهاد كتجي هاد التكوينات اللي كتقوم بها الجمعية اللي تعطينا هاد التكوينات وهاد المعلومات عن طريق استقطاب أساتذة وخبراء في المجالات ديالهم. جمعية أطباء جهة العيون الصغيرة الحمراء من منذ نشأتها تتلعب واحد الدور أساسي في التكوين المستمر للعاملين في قطاع الصحة، لأنه احنا مقبلين على افتتاح مركز استشفاء جامعي، كلية الطب، مركز أنكولوجيا. دورة تكوينية برهانات وتحديات كبيرة حفلت بها الأيام الطبية والعلمية 15 التي استفاد منها ما يقارب 80 طبيبا إضافة إلى الأطر الصحية الأخرى. عدد من الأطفال يجدون أنفسهم يعانون في سن مبكرة من صعوبات على مستوى التعلم والتحصيل الدراسي، ويصاحب ذلك صعوبات أكبر على مستوى النطق والجمع بين الحروف والأرقام، وهي حالة مرضية تستلزم متابعة دقيقة وطرق علاج نتعرف عليها ضمن ريبورتاج يوسف الحميدي. عديد الأطفال يعانون من صعوبات في التعلم، صعوبات مرتبطة بالأساس بمشاكل في النطق أو في الجمع بين الكلمات والأرقام. فاش كتقولي أستاذة شاكور لير لو تيكست كنقرا كنبقى نتعكل. Quelles sont tes principales difficultés, est-ce que tu les connais? Oui, أعرف أنني أخطئ في تهجئة الكلمات. في كل مرة علي أن أفعل أمرا ولا أتمكن من ذلك، الأستاذة موجودة وبالتالي لا أجد صعوبات. هؤلاء الأطفال يتوجهون عند اختصاصي النطق فيتحسن أداؤهم التعليمي، خاصة إذا اطلع الآباء على المشاكل التي يعاني منها أبناؤهم. لم أكن أفهم أصل المشكلة، خاصة عندما لم يكن يتمكن من مسك القلم بطريقة جيدة أو كتابة الأحرف الأولى. في مدرسته الأولى لم يكونوا يعرفون مشاكل ابني، وكانت النقاط سلبية. عندما قمنا بتغيير المدرسة أخبرني مدرسوها بأن لابني صعوبات في النطق. ما أود شرحه هو أن حصص تعلم نطق الحروف مكنت الأطفال من إنضاج ملكاتهم بشجاعة كبيرة تصنع الثقة بالنفس. 6 أشكال من صعوبات التعلم يعرفها العلم وبالإمكان معالجتها. عندما نلاحظ أن الطفل لا يتمكن من القراءة ومن معرفة الحروف وجمعها، يجب طرح السؤال: لماذا يقع هذا؟ ومن الأفضل مراجعة طبيب مختص في أقرب وقت لتشخيص ومعالجة صعوبات النطق. الديسكليسيا أو الصعوبات النطقية لدى الأطفال أو مرض العباقرة مرتبطة بمشكلات فيزيولوجية بالإمكان معالجتها، لكن في مراحلها الأولى حتى لا تتعقد وضعية الطفل التلميذ. فريق تونسي يحرز لقب مسابقة إسويك إفريقيا المنظمة من قبل مجموعة إنويا الفاعل في مجال الاتصالات والمدرجة في إطار المهرجان الإفريقي للألعاب الإلكترونية الذي احتضنته الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد تغلب هذا الفريق التونسي في المباراة النهائية على فريق أسود الأطلس المغربي بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية. عودة إلى مبارك الإبراهيم. مدينة الدار البيضاء شهدت في أول سابقة من نوعها تنظيم مسابقة إفريقية للألعاب الإلكترونية. التبادل كان حول كونتر سترايك التي مارسها اللاعبون أمام جمهور في وقت واحد. المركز الأول فاز به الفريق التونسي. الحدث عموما كان مثيرا بالنظر إلى أننا لا نكون دائما أمام مسابقة مباشرة مثل هذه. المنظمون أكدوا أن ما يقرب من 100,000 شخص ترددوا على موقع المسابقة الذي يتوقعون أن يتحول إلى منصة للحوار. فوجئنا بالحضور المكثف للجمهور، فقد تابعت عائلة هذه المسابقة وتمكنت من قضاء فترة ممتعة واكتشاف مجموعة من الألعاب الجديدة يعرفها الشباب وحدهم طبعاً.
كل لي جون كونيس الجيمين ولا واحد الوسيله للتواصل ما بين الدول مع بعضياتهم كما كنشوفوا اليوم. فالمسابقه هي ما بين مجموعه ديال الدول: المغرب، الجزائر، تونس. هذه التجربة التي وكبتها رقصات رفقة رسوم متحركة ينتظر أن تتسع لتشمل مستقبلا القارة الإفريقية، على أمل أن يكون لهذه الألعاب الإلكترونية دور في توازن حياة المراهقين. في مجال الفنية، سابعة وجهة الفيلم الهندي طويل أغنية العقارب للمخرج أنوب سينغ مساء أمس بمدينة زاغورا بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء، والذي أطفأ هذه السنة شمعته 15. وضمن فقرة افتتاح هذا المهرجان كان الفنان والمؤلف والملحن المغربي نعمان الحلو قد قدم لأول مرة أغنيته الجديدة الغزالة زاغورا، المؤلفة من 15 بيتا شعريا يعدد تاريخ ومزايا المنطقة. ربورتاج نزهف عزيزي والحسن بالعالي. نعمان الحلو يكرم المكان والإنسان في أغنيته الجديدة الغزالة زاغورا، على غرار شفشاون وتفيلالت ووزان ومراكش وطنجة وغيرها. الفكرة بدأت منذ 10 سنوات لكنها لم تتحقق إلا في السنتين الأخيرتين. والإمام بالغسلام والكتبان الذهب والواحة المعمورة. سمية الغزالة زاغورا كانت لأنه زاغورا زوينة وغزالة، وفي نفس الوقت لأنه الغزال الذي انقرض في منطقة واحات درعا هناك فكرة لإعادة توطينه، فأنا اختاريت الغزال هو اللي تيدورني ولو في الكونديكتور بين الواحات السبعة اللي غادي نتكلم عليهم. على الدورة 15 لمهرجان زاغورا الدولي للفيلم عبر الصحراء، حل نعمان الحلو ضيفا خاصا في حفل الافتتاح. قدم أغنيته الجديدة الغزالة زاغورا، أخرجتها فاطمة بوبكدي وأنتجها المجلس الإقليمي لزاغورا. هذه الأغنية كنعتبرها بأنها غادي تكون واحد الآلية فنية ثقافية للتعريف بالمنطقة، منطقة زاغورا الشهيرة بالقصور بالقصبات كواحة، أكبر واحة للنخيل بإفريقيا. فكرة جميلة ديال إشهار المنطقة عن طريق أغنية. لماذا؟ لأن الأغنية تدخل إليك عندك في بيتك في سيارتك بدون أن تستأذنك، وبالتالي وثيقة. فأنا الأغنية ديالي ما تسميهاش أغنية، تسميها وثيقة تبقى إلى الأجيال القادمة، لعل وعسى تظل دائما تكرم المكان والإنسان في واحة درعا في غزالة زاغورا. الغزالة زاغورا في أول عرض لها أمام الجمهور، أغنية مصورة بالفيديو كليب متوفرة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل الختم نذكر بأن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ترأس هذا المساء بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 20 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل بزيارة قبري جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على روحيهما الطاهرتين، كما ترحم أمير المؤمنين على روح المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير مولاي عبد الله. هاتوا المسائية، منا لكم أجمل التحايا وفي أمان الله.